احنا بقى لما بتكون كده حاول ايه لو كنت شارب جنبي في الطياره. قال ايه كمل لي وبعدين قال لي قلت له رايحه هتصل. قال لي ليه؟ قلت له انت رخم قوي زي حصان. بيسال كتير والله. قال لي شو هو بالاخر انه دكتور دكتور؟ لا دكتور. قال لي شو دكتور احسنه؟ لا دكتور دكتور. بدك بنادول؟ قلت له اذا ممكن. قال لي اوكي. وهات لي زي دي هاي جنب مناخيرك دي جنك خلاص. فضل يسالني هيك هيك وانا جاوب. فضل يسالني بس سؤال اخر عملت له خلاص. الضحك اول ما نزلت مش هيك بحس وداني هيك حيتقوا. دفعنا فلوس الفيزا وخدت فلوس لبناني. اول مره في حياتي احس ان انا اتضحك عليا. بالمغرب نحن عندنا ما بيصرفوا لبنان. احنا عندنا الجنيه يعني احنا قلنا ان الجنيه ليه في دفع فيزا. ليه؟ الفيزا نزل فيزا. انت اللي تدفع فيزا؟ العملات صغيره ولونها الوان احمر واخضر واصفر. فاحنا عندنا في مصر دي كان في لعبه اسمها بنك الحظ فيها فلوس شبهها. انا مش متخيلها. كبيره محمد؟ مش كده جنيه جنيه قد كده؟ قد كده جنيه. الجنيه بقى معدن دلوقتي. من لما اتعمل بسر وعد خلاص درينا معدن معدن. اسكت. ده كانت في كارثه في مصر اول ما نزل الجنيه ده. لما ابتدى بنص جنيه يا معلم ابتدى بنص جنيه كله بقى مش مصدق. نص جنيه نص جنيه بقى معدن. ما كانش ثمن جنيه. تركب اي مواصله تتفرج على العراك تدي ب 5 جنيه الاجره مثلا جنيه يرجع لك 4 جنيه فضه. بتمشي بشخلل. بتدوا 10 جنيه ب 9 جنيه فضه. انت متخيل؟ عشان تطلع فلوس حد تديها له تطلع كوبشة كده تديها له. احنا عندنا عادي. احنا كمان عندنا فلوس كده فضه. انتوا عندكم العمله ايه؟ درهم. الدرهم بكام؟ كام بكام الدولار؟ ب 8. الدولار بثمن 8 دراهم. يعني احنا الجنيه اغلى منكم؟ لا طبعا احنا 5 جنيه ونص الدولار. الجنيه بس احنا عملتنا ارخص. لا احنا العمله بتاعتنا اغلى من الدرهم بتاعكم. لا احنا اغلى منكم. ازاي؟ احنا اغلى. انا لو اجيب مليون اعيش بيه اروح لمصر اعيش بيه دوبل او تريبل يعيش بيه في المغرب. يعني اعيش بيه اكتر. ثانية واحدة. انت بتقولي الدرهم الدولار بثمان دراهم. اهلا بالمغرب. ثمان دراهم. صح؟ تعبوني يا عم. الدولار بخمسة جنيه ونص. عندك انتوا عندكم خمسة جنيه ونص يعني دولار. واحنا انتوا ثمانية. احنا اعلى منكم. طب انتوا خمسة. انتوا هم فاهمين قصدي ولا ايه؟ خلاص هو انتوا فاهمين. انتوا بتشتروا الدولار بكام؟ 5 جنيه ونص. والحسابات الدولار ب 8 ونص. يعني انتوا اغلى منكم. اغلى منكم مش بالكتر بالعكس كل ما يقل كل ما يحصل. لا يعني لما اقول الجنيه بدولار ده انا وقفت عقلي وقف. كل ما زيد كل ما عمل العمله بتاعتكم اقل. انا لما اروح عايز اتصرف دولار عندكم في مصر هيرجعوا لي على على ال 8 درهم. انا بتكلم على قيمه الدرهم ذات نفسه بتجيب ايه؟ لا احنا لعبنا طبعنا طالع الدولار الكويتي ب 20 جنيه تمام؟ الدولار الكويتي ب 20 جنيه احنا عندنا مثلا الكنز ب 2 جنيه وربع. هيجيبوه كنز بالكتير كتير. بس تعرف شو؟ احنا لو جينا عندكم مصر وصرفنا لو بدك تصرف دولار دولار في مصر صرفت الدولار بكام حيرجعوا لك 5 جنيه تبعك؟ هفهمك حاجه هفهمك نقطه. ماشي. انت مثلا اللبناني في 500,000 ليره. ال 1500 ليره بدولار. 1500 ليره كتير. بس هي قيمه الليره قليله جدا. صح. فانت فاهمه قصدي؟ فمش الموضوع مش بالكتره، الموضوع بقيمه العمله ذات نفسها. بس نحن العمله تبعهم بعرف انه طالع. فهمتي قصدي؟ فهمتك. بس انا بعرف اللي بيقولوا بس يعني انت حسبتي جنيه
الدرهم عندكم بالجنيه، الدرهم الجنيه كام درهم؟ او الدرهم كام جنيه؟ الدرهم كام جنيه لو عطوا الجنيه اقل من الدرهم؟ تعرف احنا درهم؟ درهم درهم واحد. الدرهم غير موضوع. يعني اقول لك حاجه، الدولار 5 جنيه ونص، ده معناه ان الدولار اقوى من الجنيه. الجنيه الجنيه اقوى من الدرهم المغربي. الجنيه بقول له الدولار الدولار اقوى من ايه؟ اقوى من 5 جنيه ونص. واحنا كمان مش هو زيها، انا كلمتك على العمله، الدولار اقوى من الجنيه لان الدولار ب 5 جنيه ونص. واحنا الدولار دولار واحد بثمان درهم. يعني ضعف، يعني الجنيه الجنيه اقوى من الدرهم. لان الجنيه خمس ايه مش هتفوز نفسي. خلاص يا عمي الموضوع زي سويته في تركيا، سويته في تركيا. يعني اقول لك حاجه، انت بتفكي الدولار عندك ب 50 درهم. اوكي خلاص بس شوف الدرهم هيجيب ايه؟ انت فاهمه؟ الجنيه بيجيب لكم ايه؟ الجنيه؟ ما بقاش بيجيب حاجه. عادي يعني بتجيب مثلا بتجيب ايه؟ البسكوت مثلا بنص جنيه، بسكوت نص جنيه، في بسكوت بربع جنيه، في بسكوت بجنيه كده. وحكايات يعني زي الجنيه هو الدرهم بتاعنا، احنا درهم واحد بيجيب لنا بسكوت، بسكوت نص درهم بيجيب لنا بسكوت صغير كده نص درهم. احنا درهم درهم 8 درهم بيجيبوا لنا اهم من الجنيه يجيب 8. لا انت الدرهم بتاعكم اقل من الجنيه بشويه، شويه صغيرين. انت انا بعرف ايش تبي، الريال انتوا اقوى خلاص، مش اقوى، مش ده اقوى الفكره. زي الريال، الريال اقوى من الجنيه. الريال بكام؟ الريال بكام؟ تقريبا بجنيه و90 قرش. والله صراحه ما ادري جد، لان انا ما رحت مصر عشان اقول لك صراحه جد ما اعرف اذا اقوى ولا مو اقوى، بس اكيد اقوى من الجنيه المصري اكيد يعني. بس ما اعرف اقدر اتفلسف ليش. انزين سلوى سويته في مدري قطر، سويته فين رحت؟ مش بتناقش تركيا، مش بتناقش على الجنيه. الجنيه كده كده الفلوس بتقل بتقل. يعني الجنيه تمام بيقل بيقل بيقل. انت عارفه ان الجنيه المصري زمان كان اغلى من الجنيه الذهب؟ الجنيه الجنيه والله العظيم زمان ايام ملك فاروق. راسي يعورني ما قلت شيء. والله راسي يعورني في شيء. انت صح انت. الجنيه الذهب شوفوا قد ايه كان بكام ودلوقتي بقى بكام، انت فاهم قصدي؟ لا صح صح. الجنيه اهم شيء الجنيه يجيب عيش. مش عارف في عمله بيقول لك مش عارف مليون كذا، يعني مش عارف يعني كام الف بالمليون، ده عامل العمله مضروبه بتقل فالكتير الكتير عندهم يعني شويه عندنا. يعني 1500 ليره يعني ايه يعني دولار؟ نراكم غدا مع المال والفلوس. خلاص يا عم خلاص خلاص رجعت لي راسي بالجنيه والعمله والجنيه غير الكرمين. ايه؟ الجنيه غير الصاخر. كم ساعة هلا كم؟ صلاتي ثلاثة و وي أكيد. كم ساعة؟ زمان أصلا اللي هاي كان بكرة نقول لك شو عملنا بتركيا. كرهي حصل قولي لي. زي ما بدك. اليمين الوحيد. ولا ما أنا. أنت إيه؟ بكرة. بكرة بكرة. باع على خير. باع على خير. أحبك أنا، أنا أحبك. تعالوا كتاب بسات.